فخامة رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة الدكتور حسن شيخ محمود، معالي وزير الأوقاف والشؤون الدينية في جمهورية الصومال الفيدرالية الشيخ مختار روبو، الإخوة الحضور من أصحاب المعالي والسعادة والشيوخ الأفاضل والمشاركين عموما، في البداية أود أن أتقدم إلى حضراتكم بجزيل الشكر والامتنان على الدعوة الكريمة للحضور والمشاركة في هذا الملتقى الطيب والمبارك. لقد أكدت حكومة المملكة العربية السعودية على مكانة العلماء في نهضة البلاد الحضارية والعلمية والمحافظة على تماسك المجتمعات ودرء الشبهات والأفكار المتطرفة التي لا تعكس الوجه الحقيقي لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف القائم على الوسطية والاعتدال ونبذ الفرقة والتطرف والانحلال، حيث أولت بلادي بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين يحفظهم الله العلماء كل الاهتمام والتقدير، باعتبار أنهم خط الدفاع الأول عن الإسلام وقيمه العظيمة. كما قامت المملكة بإنشاء العديد من الجوائز التقديرية لعلماء الأمة الإسلامية في مختلف التخصصات، وهي على سبيل المثال لا الحصر جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام، وهي جائزة سنوية تمنحها مؤسسة الملك فيصل الخيرية لمن قدموا جهودا فكرية أو علمية تخدم الإسلام والمسلمين، وانطلقت تلك الجائزة في العام 1979 ميلادي، وحصل عليها العديد من علماء المسلمين الذين أفنوا حياتهم في الدفاع عن الإسلام والمسلمين، كما أن هناك العديد من الجوائز التي تقدمها المملكة للمهتمين بالعمل الإسلامي والخيري في شتى المجالات. كما لا يفوتني أن أشكر جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة على ما تقوم به من رعاية واهتمام بكافة مكونات المجتمع الصومالي، ومن تلك المكونات فئة العلماء. وإن دل هذا الشيء فإنما يدل على إدراك حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة لأهمية العلماء ومكانتهم، وكذلك دور العلماء في تعزيز الحوار والتعايش بين كافة أطياف المجتمع، وهي الركيزة الأساسية للمساهمة في الحفاظ على المجتمع وتماسكه، وكذلك تقطع الطريق أمام أصحاب الفكر المنحرف في التغلغل بين كافة الأفراد وبث أفكارهم المسمومة المزعزعة للأمن والاستقرار في البلد والمعطلة لكافة أشكال التنمية وزرع اليأس والإحباط في نفوس الشباب وتحويلهم لعنصر هدم لأوطانهم بدلاً من الاستفادة منهم في تنمية بلادهم وبناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة. ختاماً أتمنى لهذا الجمع التوفيق والنجاح، وجمع الله كلمة المسلمين على الحق والخير، وحفظ الله أوطاننا من كل فكر ضال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً.